ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه سيف ذا جرين اللي هي لعبه الذكاء اللي انتوا عارفينها دي، وانا جربت كده منها الليفل الاول والليفل الثاني وعجبتني عجبتني وقلت ان انا اسجل عنها. وهندخل، احنا داخلين في المرحله، احنا في الليفل الثالث تمام. بس دي بصراحة انا شفتها في المية فعلا. لا طبعا هو المسؤول عن النصاف. خد يا عم، المية جاية للتوصيل للكهرباء. صح، جاية للتوصيل. المية أصلا جاية للتوصيل للكهرباء. كل حاجة صح يا شباب. الدر صحيح. يعني ازاي يعني لما هو انسان حقيقي؟ أشعة الشمس. صح، ده أوي. في حاجات استهبالية شوية. اللي دي كل صح. اخر ليفل هنقف على 15 تمام. لو عجبتكم السلسلة دي هنكمل فيها، واكتبوا لي تحت في التعليقات نكمل فيها ولا لا تمام. بصوا دي اخيرا. بس
حرامي ده موجود في كل مكان. اوف اوف اتنين تن دي. هي اصلا صاحبة المحل. رجوع بالزمن صح ذكاء. طبعا يا شباب هنقف لحد هنا. لايك وسبسكرايب اهم حاجه تمام، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. معرفش ليه 90% مفيش اي واحد، كل اللي بيدخلوا عندي ما بيشتركوش 90%. يعني يا شباب ينفع الكلام ده؟ اشتركوا اشتركوا بقى، يا ريت تشتركوا وتوصلوني ل 100 مشترك وتفعلوا الجرس برضو عشان يجيلي اشعار ان انتوا اشتركتوا في القناه تمام. ف يلا سلام.